إنجيل عشرين اللي هنسمع لنا النهاردة يقول: في مكان الفريسيون مجتمعين معا سألهم يسوع قائلا: ماذا تظنون في المسيح؟ ابن من هو؟ قال له: ابن داود. قال له يسوع: فكيف يدعو داود بالروح ربي قائلا؟ قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك تحت قدمي. فإن كان داود بالروح يدعو ربي، فكيف يكون ابنه؟ فلم يستطع أحد أن يجيبه بكلمة، ولم يكسر أحد ذلك اليوم أن يسأله البتة. والحمد لله على بدينا. طبعا من أعماق قلبي بشكر محبة أبونا الخير، المحبة الكبيرة اللي أنا بتصاغر جدا قدامها، يعني محبة غير عادية ومحبة بصراحة. ربنا يوفقكم ويهناكم أبونا الخير هنا في الكنيسة، رائع خادم رائع، ربنا يبارك فيه ويبارك في تعبه وخدمته ويبارك في كل ما تمتد إليه بالبركة يا رب، ويجعل صبره كتير هنا في الكنيسة متكاثر على طول العمر يا رب. بركة صلاتكم معانا على طول. الإنجيل اللي هنسمعناه النهارده يمكن بيفكرنا بشخصية ربنا يسوع المسيح له المجد. بنتسأل السؤال ده كتير خالص: من هو المسيح؟ والسؤال ده يمكن في ناس كتير خالص بتؤمن بالمسيح، لكن احنا كمسيحيين لينا عقيدة خاصة في المسيح. لما بنتسأل السؤال ده بنقول: من هو المسيح؟ الجواب بيقول: المسيح هو ابن الله الحي. ايه تاني؟ الله الظاهر الجسد. مش بيقول كده معلمنا بولس الرسول: وبالاجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. اذا لما تسال السؤال ده: من هو المسيح؟ بكل وضوح وبكل صراحه بنجاوب: المسيح هو الله الظاهر في الجسد. لكن بنقول عنه ابن الله لانه ابن الله لانه اتولد من العذراء مريم، لكن هو في الحقيقه هو الله الظاهر في الجسد. طب ايماننا ده ليه دليل؟ طبعا ايه دليل ان المسيح هو الله؟ لا ده مش دليل واحد طبعا. لو عددنا الادله هنلاقي ادله كتير جدا على ألوهية سيد المسيح له المجد. واحد نقول ايه؟ ميلاده. ميلاده. اثنين حياته. ثلاثة أعماله معجزاته، مش كده؟ أربعة ايه تاني؟ تعليمه. ايه تاني؟ الموت اللي قبل في نفسه، مش قبل الموت في نفسه. وإيه تاني؟ والقيامة. وإيه تاني؟ والصعود، حياة الناس اللي اتغيرت بعد صعوده للسماء. طبعاً أدلة متعددة خالص تثبت لنا لاهوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. لو مسكنا حتة حتة بتهيألي بقى الوقت، يعني الوقت يبقى طويل شوية، لكن نحاول نختصر حاجات بسيطة عن كل حاجة في حياة سيدنا المسيح. واحد ميلاده. مين من البشر، او بلاش من البشر، مين اي حد اتولد على مستوى الدنيا كلها زي ميلاد السيد المسيح؟ تخيل الملاك يجي العذراء يقول لها ايه؟ سلام لك ايتها ايه؟ الممتلئه نعمه، مباركه انت في النساء ومباركه هي ثمرة بطنك. تقول له لها انت هتسرح بنينا وتلدينا ابنا، ازاي وانا لسه اعرف ربنا؟ يقول لها ايه؟ الروح القدس ها يحل عليك. ايه تاني؟ قوة العالي تظللك. وايه؟ والقدوس اللي موجود منك يدعى ابن الله، وتسمينه ايه؟ يسوع، لانه يخلص شعبه من خطاياه. حاجه غريبه، ايه الميلاد العجيب ده؟
السيد المسيح العظيم يتولد من مريم العذراء زي ما بيقول في الكنيسة تجسد وتأنس من الروح القدس ومن مين؟ من مريم العذراء تأنس وخد نسوبنا وخد جسد. عشان كده احنا بنؤمن في المسيح انه بين طبيعتين، طبيعة إنسانية وطبيعة إلهية، لكن هو مش طبيعتين، هو إيه؟ طبيعة واحدة، ونسميها إيه؟ طبيعة واحدة لإله إيه؟ المتجسد، طبيعة واحدة بس. إيه هي دي؟ طبيعة السيد المسيح. لا بعديه ولا قبليه حد هي زي مين؟ زي السيد المسيح. عشان كده بنسميه إيه؟ الوحيد الإيه؟ الجنس. مش زيه خالص. لا قبل المسيح ولا بعد المسيح اتولد ولا هيتولد زي مين؟ زي ولادة المسيح الأفضل. تجسد من العذراء مريم ومن الروح القدس حبل به بطن العذراء مريم. كون هذا الجسد بطن العذراء مريم. عشان كده يقول ايه؟ يقول في الإنجيل معلمنا يوحنا الأصحاح الأولاني احنا بنصلي صلاة الفجر يقول ايه؟ والكلمة ها؟ صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده كما مجد الرحيل الأبين. ميلاد عجيب. وإنه لما يتولد العالم كله يتهز. هيرودس يتهز في مكانه. المجوس، الرعاة، الدنيا كلها إيه ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ مين ده اللي اتولد ده؟ مين اللي اتولد الطفل المولود الصغير البسيط ده في بيت لحم؟ اللي يخلي هيرودس يتهز في مكانه، مكان عرشه. ويطلع من مكانه يدور على أطفال يقتلهم من سن سنتين فبقى إيه؟ فمدون إيه ده؟ ميلاد عجيب. وبعدين المجوس يقولوا لأننا رأينا إيه؟ نجمه في المشرق وأتينا. إحنا متأكدين إن الولد مولود ملك. أين يولد؟ ملك اليهود، ملك. حتى هو في ولادته وفي ولادته ملك. مولود ملك. وكأن المسيح بيعلن عن نفسه بالإجماع زي ما قول معلمنا بولس الرسول عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد. اثنين حياته. ما سمعناش عن حد عاش ما عملش ولا غلطة ما حصلتش. درجة المسيح ده المجد يقول ايه؟ آية جميلة جدا. رئيس هذا العالم آتٍ وإيه؟ وليس له فيه شيء. ملوش حاجة أبداً فيه. ملوش ولا ذرة فيه. رئيس هذا العالم آتٍ وليس له فيه شيء. وقبل الصليب بيقف المسيح لما بيجي قدام العالم كله، قدام الدنيا كلها. ويسأل سؤال وحيد. ها؟ من منكم يبكتني على خطية؟ في حد يقف قدامه؟ محدش يقدر قدام المسيح. ولا غلطة ولا خطية. عشان كده احنا نقول ايه؟ شبهنا ها؟ في كل شيء ما عدا الخطية واحدة. الحاجة الوحيدة اللي ما عملهاش المسيح هي الخطية. مش ما عملهاش وما رضاش يعملها، هو قدوس وطاهر. مش في طبع الخطية ولا طبع الطمس. فعاش بلا خطية، مين ده اللي عاش بلا خطية؟ الله الظاهر في الجسد. وبعدين يعيش حياته على الأرض. يعلم الناس. يلاقي زارع يقول له يجب ملكوت السماوات ها؟ زارع خرج ليزرع وفيما هو يزرع سقط منه بعض على الطريق وسقط بعض على الارض المحجره وسقط بعض ايه؟ عمال يعلم الناس. لاقي واحده بتعجن يقول لها يجب ملكوت السماوات ايه؟ عليله صغيره خباتها امراه في ثلاثه ابواب ثقيله. تعليم بسيط وتعليم من واقع الطبيعة اللي عايش فيها الناس يتعامل معهم في منتهى البساطة ويرفعهم من الأرض لفين؟ للسماء. تعليم نقية. يا سلام على الموعظة على الجبل. يا سلام على التطويبات اللي قالها المسيح. فين جيب معلم متى صح؟ 5 و6 و7 إيه ده؟ إيه الجمال اللي هو المسيح؟ تعليم نقية، تعليم حلوة. ترفع الإنسان من الأرض لفين؟ السماء. طوبى لأنقياء القلب لأنه عينوا الله. طوبى لكم إذا طردوكم وعايروكم وقالوا فيكم. يرفع الإنسان لبختك طوباك. ليك أجر كبير في السماء طوباك.
تباكم زعيروكم الناس وقالوا فيكم كل كلمة شريرة من أجل اسمي. افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في ملكوت السماء. حياته جميلة وتعاليمه جميلة. تعالوا المعجزات. يا عن المعجزات اللي عملها المسيح. أقام موتى. شفى مرضى. طهر بُرّس. يلبس واحد أبرص. مع أن الأبرص في العهد القديم ممنوع أن حد يلمسه. ممنوع حد يلمس الأبرص. يجري بعيد عن البلد اللي هو بره البلد ويقول له أبرص أبرص بتاع بره البلد اللي هو بره البلد خالص. حدش يلمسه. المسيح يتقدم إليه سوى إيه؟ ولا مسعه. يا سلام يا رب. إيه ده؟ هو جاي عشان دول. جاي عشان يشفي كل من تسلط عليهم إبليس. واحنا مش فرحانين بمعجزات المسيح. لا. المعجزات دي هو إله يقدر يعمل معجزات في أي وقت. هو صانع المعجزات، هو صانع الإنسان نفسه، مكون إنسان، خالق الإنسان، مبدع الكون. هو مش جاي عشان يعمل معجزات، المعجزات دي جت تبعاً يعني مش هو الأساس في الموضوع. تخيل المسيح عليه المجد لما في يوم من الأيام يشوف واحد يقول عنده الكتاب في إنجيل معلمنا يوحنا مولود أعمى منذ إيه؟ ولادته، إن هو طفل مولود أعمى. وبعدين يقول تقدم إليه يسوع وأنا عايز تشفع له. أيوه دفع على الأرض وإيه؟ وصنع من الطفل طين وعمل إيه؟ وطلى به عيني مولود أعمى. يعني إيه الحكاية دي؟ الموضوع مش موضوع واحد أعمى وفتحه المسيح، لا. الموضوع واحد ملوش عينين والمسيح عمل إيه؟ صنع عينين بإيده الطهر. وافتكر يوم ما خلق آدم في العهد القديم والجبل الرب اللي إيه؟ آدم ترابا من الأرض وإيه؟ ونفخ فيه فصار آدم نفس الحياة. خد من التراب وعمل العينين أو صنع المقلتين وحطهم مكانهم وقال له اذهب واغتسل في بركة سلوان. فذهب واغتسل وعاد ايه؟ عن المصير. ايه ده؟ خلقة بيخلق من العدم. ساش في يوم من الايام خد التلاميذ وخد الناس وطلع على جبل عالي وقعد بيهم يقال مرة قعد 3 ايام معهم هناك. اصرف الدموع لاننا هنا في موضع كفر ليستريح الرجل ما ياكلونه. أعطوهم أنتم ليأكلوا، ليس عندنا، عندناش غير 5 أرغفة وإيه؟ هاتوهم. أخذ وبارك وإيه؟ وقسم وأعطى التلاميذ، والتلاميذ أعطوا الجموع فأكلوا جميعهم وشبعوا، وكان نحو كم؟ 5000 رجل ما عدا النساء والأولاد. إيه ده؟ بيخلق من العدم. عشان كده بنقول المسيح هو مين؟ الله الظاهر بالجسد. لو قعدنا نتكلم عن معجزات ولا عددنا معجزات السيد المسيح والمجد، معجزات ملهاش عدد. معجزات ملهاش عدد. اللي هو معلمنا يوحنا لو كتبت الآيات والمعجزات اللي عملها المسيح والمجد لأظن إن إيه؟ كتب العالم 9 المعجزات اللي عملها المسيح. لكن هذه كتبة كي تكون به كي تكون لكم حياة ايه؟ حياة أبدية. معجزات ملهاش عدد. واحنا مش بفرحنا المسيح من المعجزات. ده الأهم وأكبر معجزة عملها المسيح هو تغيير الإنسان من الداخل. من دي يقدر يعمل دي؟ مش حد يقدر يعملها غير المسيح الصانع الخالق اللي خلق الإنسان زي ما قال الكتاب على ايه؟ على صورته وعلى مثاله. معجزاته. ندخل شويه كمان للصليب. يا آلام قاسيه. واكيد طبعا قعدنا اسبوع الآلام مع ابونا ميخائيل في الكنيسه. يعني بركه كبيره في الالحان وفي التسبيح والحاجات الحلوه. اسبوع الآلام بيبقى اسبوع في منتهى الصعوبه. قد ايه كانت كميه الآلام اللي عانى منها المسيح؟ قد ايه كميه التعب
لدرجة تقول ايه؟ نفسي ايه؟ حزينة جدا حتى الموت. يا أبتاه إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس، وإلا فلتكن لا إرادتي بل يا تعب، تعب نفساني وتعب جسماني وتعب إيه التعب ده؟ كمية آلام فظيعة. وعلى الصليب يقول إيه؟ يا أبتاه أغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. يقول قد إيه؟ قد أكمل، قد أدرك الساعة لتمجد ابن الإنسان. أنا فرحان رغم الآلام، فرحان أيوه. عشان كده هنقول الآلام والشفاء فيها محير، آلام لكن فيها شفاء وحياة للإنسان. هو بيتألم عشان إحنا عشان نعيش حياة ونمتلك إلى حياة أبدية. كمية آلام غير عادية. كيف يقبل الله أن يتألم؟ والله بيتألم؟ هو صنع بتدبير نفسه أن يتألم من الإنسان عشان يشيل الموت عن الإنسان، لكي يموت عن كل واحد منا، لكي نحيا نحن جميعا في حياة أبدية. عشان كده يقول معلمنا يوحنا هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد ليه؟ لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الفرحة مش المسيح قام من الأموات، الفرحة الأكبر من المسيح قبل في نفسه أن يتألم ويموت عودا على مين؟ عودا على الإنسان. وهكذا مات المسيح عنا لكي نحيا ونحيا نحيا أيضا في حياة أبدية. يوم عيد القيامة بقى والفرحة بتاع القيامة، وبالموت إيه؟ ناس الموت، والذين في القبور أنعم لهم بالحياة الأبدية. وصار فرح عند كل الناس، حتى الناس اللي كانوا في الجحيم. يقول نزل إلى الجحيم وسبى سبيا وأعطى الناس عطايا. وبعدين صعد إلى السماوات وإيه؟ وجلس عن يمين الآب. مع إن الآب ملوش لا يمين ولا شمال، لكن جلس عاد إلى قوته مرة أخرى واسترد قوته. لأنه نزل على الأرض متجسدا بسيطا متواضعا. وتعلموا مني فاني متواضع متواضع القلب فتجدوا راحه النفوس. بسيط خالص منتهى البساطه، يتعامل مع كل البشر ورجع ورا كل الناس عشان كل الناس تبقى قدامه. وهكذا احب الله العالم حتى نزل ابنه الوحيد. فاحنا ايماننا بالمسيح، المسيح هو الله عليه الظاهر في الجسد. عشان كده بقول معلمنا بولس الرسول وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. طب جاي ليه؟ انت جاي عشان حاجات كتير. واحد جاي عشان يعمل ايه؟ يفدينا ويخلصنا من خطايانا، لانه بانسان دخل خطيئة العالم وخطيئة الموت، وهكذا اجتاز الموت لجميع الناس. انسان واحد دخل الخطيئة وانسان اخر طلعت الخطيئة من العالم. آدم ورث البشرية كلها خطية، والمسيح رفع عن البشرية كلها صفر الخطية. ولما شاف يوحنا المعمدان صرخ كده من أعماق قلبه هوذا حمل الله الذي يحمل خطية العالم. فهو حمل خطايانا. اثنين أعاد كرامة الإنسان. يا تخيلوا آدم كان ليه كرامة وكان ليه مهابة وكان ليه وضع كبير قدام الناس وقدام نفسه قدام ذاته وقدام الكائنات الأخرى، ولكن بعد السقوط سقط آدم وسقطت كل الخليقة معه. وأعاد المسيح الإنسان إلى ركبته الأولى. عشان كده بنقول لا ملاك في القداس، لا ملاك ولا إيه؟ ولا رئيس ملائكة ولا رئيس آباء ولا نبي ولا رئيس آباء يتمتعوا على خلاصنا، بل أنت بغير استحالة تجسدت وإيه؟ وتأنست. عشان تعمل ايه؟ عشان ترفع الانسان وترده الى ركبته الاولى. واجمل موقف يوم قال للصليب جميعا عود الصليب، قال له ايه؟ اليوم تكون معي في الفردوس. اجمل حاجه ان نرجع الانسان الى الفردوس مره اخرى. فاحنا فرحتنا بالمسيح فرحه كبيره جدا جدا. عشان كده دايما هو كان يسال، حتى سال هذا التلاميذ، سالهم سؤال
ماذا يقول الناس إني أنا؟ وقوم قالوا إنك إيليا، وقوم إنك يوحنا المعمدان، وقوم قال من الأنبياء، وأنتم من تقولون؟ أجاب بطرس وقال أنت هو المسيح ابن الله الحي. فقال له يسوع تباك يا سمعان بن يونا، لأن لحما ودما لم يعلن لك هذا من الأب الذي في السماوات، وأنت بطرس على هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقع عليها. فالمسيح جاء مخصوص من السماء يعيد كرامتنا ويرجعنا للفردوس مرة أخرى ولنعم بالحياة الأبدية هنا على الأرض وهناك في السماء. الله قادر أن يمتعنا بشخصية ربنا يسوع المسيح يدير حياتنا ويملأنا بالفرح والسرور والسعادة، ونقول مع من قال إن عشنا